حمودي حديدان، عندكم لقاء صعب وقوي نهاية هذا الأسبوع. صحيح هذا اللي نذكر تعرف عنا ماتش نهار السبت ماتش صعيب ماتش كوب لانكار اللي سيغمو غادي يكون ماتش صعيب مع ايكيب اللي نذكر تعرف فريق طنجة، ولا تكون حاضرين ان شاء الله ان شاء الله نكونوا في الموعد ان شاء الله. مقارنة مع اللقاء ديال البطولة واش غيكون مختلف على الكأس؟ سيغمو غيكون مختلف على الكأس اللي نذكر تعرف الكأس عنده طعم اخر، كاس هو مش كيف اقوى كيف اضعف، نحن طنجه فرد نيفو بريس كيف اللي ماش خلي صحيح البطوله كان ماش ما كانش ماش صعيب برشا، مي نتصور ماتش كوب غادي يكون اصعب من اللي كان. ما كرهتيش تشوف المدرجات عاوتاني حمراء؟ بيان سيغ اللي الناس كل تعرف الجمهور الوداد اللي هو اللي شجعنا هو اللي خلينا موتيفي برشا هو اللي عاوننا، ان شاء الله ان شاء الله يكون في الموعد هو يعاوننا باش نحققوا نتيجه ممتازه، وان شاء الله تكون الخطوه الاولى سورتو في التيران تاعنا هو اللي يخلينا باش نمشي للبطوله ونكونوا مرتاحين شويه ان شاء الله. واش كتفكروا انكم تنهيو اللقاء مع طنجه في الذهاب؟ شوف كوب ما تنهيش في الذهاب ولا في الرطوله، هذول ماتش عليه رطول هما زوج ماتشات، احنا اللي واعيين بالماتش هذا عارفين باش يكون صعيب، نحن نعملوا اللي علينا نطبقوا النصائح المدرب اللي هما اش خلينا باش ننجحوا هما اللي خلينا باش نعملوا ريزلتات باهيه، وان شاء الله ان شاء الله الريزلتات تجي واحد ان شاء الله. شكرا.